رساله صارت سببا كي افتح موضوعا مهما في هذه الحلقات الرساله من احد الاخوه الاجلاء هنا في مدينه لندن وفي الحقيقه مضمون الرساله جاء ليكون مع مجموعه من الاسئله التي وردتني عبر اوقات سابقه كي افتح هذا الموضوع المهم والذي سيتبين لكم اقرا الرساله كما وردتني الرساله في نقاط اولا الوصية جاءت واضحة للإمام علي وهي كما نعلم جزءا من الدين وإتمام الرسالة ثانيا لماذا لم يتم العمل بها في حياه الامام الصادق واصبح الشيعه يجهلون من هو الامام بعد الصادق ثالثا اذا كانت الوصيه فيها نص من رسول الله كما هو وارد في الموروث باسماء الائمه هل نتصور عدم التزام الامام المعصوم بها وخصوصا مؤسس المذهب الجعفري لا اريد ان اعلق على وصف الامام بهذا الوصف فهذا وصف خاطئ بدرجه مئه بالمئه لا اريد ان اعلق على هذا الوصف فهذا جزء من الثقافه الشيعيه المستدبره وخصوصا مؤسس المذهب الجعفري ويترك الامه تجهل الامام الذي بعده موسى بن جعفر شاكر لكم ايضاح وتفهم استفساري هذه الرساله قراتها كما وردتني وقلت قبل قليل من ان الرساله جاءت كي تضيف تساؤلا استفسارا استفهاما الى مجموعه من الاسئله وردتني في نفس هذا الاتجاه السبب الذي يكون وراء هذه الاسئله وراء الاسئله التي في الرساله التي قراتها عليكم او في كثير من الاسئله التي ترتبط بنفس الموضوع بغض النظر هل وصلتني ام لم تصلني هناك قضيه تطرح في الكتب وتطرح على المنابر وتتكرر على الالسنه في مختلف المجالس الشيعيه بين الحوزويين وبين المثقفين من الشيعه المتدينين من ان الشيعه وقعوا في فتنه تشخيص الامام بعد شهادة إمامنا الصادق هذه المعلومة معلومة تتناقلها الألسنة تتردد في المحافل وفي الأجواء الشيعية ما كان منها حوزويا وما لم يكن ستتضح الامور وسيتبين لكم من ان الحقيقه ليست كذلك لكنني اتمنى عليكم ان تصبروا علي انني اريد ان افتح الموضوع بشكل كامل هذه قضيه مهمه تتردد على الالسنه وهي بعيده تمام البعد عن واقع الامر وحقيقته مشكلتنا كبيرة، مشكلتنا كبيرة وكبيرة جدا، ولا أدري من أي جهة سأبدأ الحديث للعديد من الجهات التي يمكنني أن أبدأ من عندها حديثي لكنني ساقرا عليكم نصا قراته عليكم كرارا ومرارا في الحلقات الماضيه هذا النص مهم جدا وعلى الذين يبحثون عن الحقيقه في اجوائنا الشيعيه أن يضعوه نصب أعينهم دائما قبل أن أقرأ النص ما سأطرحه في هذه الحلقات وأتمنى عليكم أتمنى على أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من شيعة الحجة بن الحسن ان يتابعوا هذه الحلقات متابعه درس ان يتابعوني بدقه لانني ساضع بين ايديكم معلومات لم يضعها احد بين ايديكم وهذه المعلومات ستجعلكم تزدادون فرحا انكم على منهج براهينه وحججه لا تماثلها براهين وحجج في اي دين اخر انني اتحدث عن دين علي وآل علي انني اتحدث عن دين إمامنا الصادق المصدق أتحدث عن هذا الدين لا أقول انه مذهب إلا إذا كان المقصود من هذه الكلمة المعنى اللغوي أما المعنى الاصطلاحي فإن الذي يعتقد بأن دين امامنا الصادق هو مذهب بحسب المصطلحات عند اهل المذاهب الايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده تحكم عليه بالكفر انها ايه بيعه الغدير لا اريد ان افتح هذا الموضوع لقد تحدثت عنه فيما سلف من حلقات هذا البرنامج كما قلت لكم اتمنى عليكم ان تصبروا علي اولا وان تتابعوني متابعه درس لانني ساضع بين ايديكم من الحقائق التي ستجعلكم تطيرون فرحا بدين براهينه وحججه بهذه القوه وبهذا الوضوح انا لا اريد ان اثبت للسني من انني على الحق فما علاقتي به ولا اريد ان اثبت للمسيحي من انني على الحق فما علاقتي به هو حر المسيحي حر بدينه وهو حر يراني على ضلال مثلما اراه على ضلال والسني كذلك هو حر بدينه وحر ان يراني على ضلال مثلما اراه على ضلال انا لا اريد ان اثبت للسني من انني على حق ولا اريد ان اثبت للمسيحي من انني على حق ما علاقتي به؟ انا اريد ان اثبت لنفسي من انني على حق. انا اريد ان ارى الصوره واضحه جليه بينه. انا اريد ان اخاطب ضمائر ابنائي وبناتي اخواني واخواتي من شيعة الحجة بن الحسن كي تتجلى لهم الحقائق واضحه جليه في انهم على الحق ومن ان دينهم دين الحق وما علاقتنا بالمسيحي ان يقتنع بكلامنا او ان لا يقتنع هل يذهب الى الجحيم اقتنع ام لم يقتنع وما علاقتنا بالسني ان يقتنع بكلامنا او ان لا يقتنع فليذهب الى الجحيم اقتنع او لم يقتنع ما علاقتي باولئك نحن مسؤولون عن ديننا علينا ان نعرف الحقيقه اولا وبعد ذلك ياتي الكلام عن غيرنا أعود إلى النص الذي أشرت إليه قبل قليل وقلت من أنني قد قرأته عليكم كرارا ومرارا في الحلقات الماضية إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا العسكري سيد تفاسير آل علي الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة إنها الصفحة الثالثة والثلاثون انه الحديث السادس والعشرون عن سيد الاوصياء صلوات الله وسلامه عليه يوجه خطابه لي واليكم ان كنا من شيعته. يا معشر شيعتنا يا معشر شيعتنا الخطاب للمجموع من الشيعه وليس للافراد. فمعشر الشيعة مجموعهم الذين تعاشروا وترابطوا واتصلوا فيما بينهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا. والمنتحلين والمعتقدين مودتنا. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم اياكم واصحاب الراي كلام الامير دقيق اصحاب الراي يقولون نحن ننهج منهج العقل نحن مع العقل نحترم العقل وحق الحسين لا يعرفون العقل ولا يحترمون العقل هؤلاء يتحدثون بحديث الاستحسانات الخرقاء سأبين لكم ولكن اصبروا علي. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا اياكم اياكم واصحاب الرأي. لماذا؟ فإنهم اعداء السنن اعداء الاحاديث اعداء الروايات فإنهم اعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا إنه مجهول المالك فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب من أتباعهم ومقلديهم ونازعوا الحق أهله نازعوا الأئمة وجلسوا في مجالسهم. قطعا هؤلاء ليسوا من الوهابيين، الوهابيون لا يقولون اننا نواب صاحب الزمان، انهم مراجع النجف وكربلاء. ونازعوا الحق اهله وتمثلوا بالائمه الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون. فسئلوا ماذا تقول العتره في الموضوع الفلاني وهم لا يفقهون شيئا من معارف العتره فسئلوا عما لا يعلمون فانفوا ان يعترفوا بانهم لا يعلمون تكبروا وعاندوا فعارضوا الدين بارائهم فضلوا واضلوا هم ضلوا واضلوا الشيعه معهم مشكلتنا تختصرها هذه الكلمات العلويه بشكل موجز مشكلتنا يمكنني ان اضعها في النقاط الثلاثه التاليه النقطه الاولى ما عندنا من معلومات لم تؤخذ من المصادر الصحيحه للعلم اتحدث عن معلومات مراجع الشيعه ابتداء من المرجع الاعلى وانتهاء باصغر عمامه اتحدث عن معلومات الخطباء والشعراء والرواديد اتحدث عن معلومات اصحاب الحسينيات والمرتادين اليها اتحدث عن معلومات اصحاب المساجد وائمه المساجد والمؤذنين والذين يرتادون المساجد اتحدث عن معلومات المثقفين من الشيعه المعلومات الموجوده في الوسط الشيعي لم تؤخذ من المصادر الصحيحه هناك مصدران صحيحان فقط للمعلومات الدينية الصحيحة قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط هذان المصدران المعلومات الموجودة عند الشيعة ابتداءً من المرجع الاعلى وانتهاءً بأصغر شيعي لا علاقة لها بهذين المصدرين معلومات تخالف هذين المصدرين هذه مشكلتنا هذه المشكله الاولى وبنحو مختصر موجز وستجدون ان المشكله التي سالت عنها هذه الرساله وسائر الاسئله الاخرى التي هي في نفس الاتجاه ستجدون ان المشكله قد نشات من المعلومات غير الصحيحه التي تتوفر في الساحه الشيعيه اذن هذه المشكله الاولى مشكله كبيره جدا المعلومات المتوفره في الساحه الشيعيه اتحدث عن المكتبه الشيعيه اتحدث عن الحوزة الشيعية، اتحدث عن المدارس الدينية الشيعية، اتحدث عن المواقع الالكترونية الشيعية، اتحدث عن الفضائيات الشيعية، اتحدث عن الاعلام الشيعي، اتحدث عن الاحاديث التي تدور في المساجد والحسينيات الشيعية، اتحدث عن الاحاديث التي تدور في البيوت بين الاسر الشيعية. اتحدث عن كل هذا. المعلومات هذه لم تؤخذ من المصادر الصحيحة وإن أخذت فلم تفهم وفقا للقواعد الصحيحة التي يريدها منا محمد وآل محمد بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير هذه المشكلة الأولى النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه الثانيه يتحدثون عن العقل ويتبجحون في الحوزه النجفيه والكربلائيه من انهم من انصار العقل ومن مؤيدي العقل ومن المتمسكين بالعقل وكان الذي يتمسك باحاديث اهل البيت كانه يعادي العقل منهج اهل البيت هو منهج العقل والدين يعتمد على اساسين يعتمد على اساس العقل والعلم عن اي عقل يتحدث هؤلاء اساسا لا يفقهون ما هو العقل الذي يتحدثون عنه بشكل سريع احدثكم عن العقل انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل الفلسفيه لموضوع العقل لكنني بشكل سريع اقول هل هناك من تعريف للعقل الجواب لا يوجد لدينا من تعريف للعقل ليس في القران من تعريف للعقل وليس في احاديث العتره من تعريف للعقل وليس عند الفلاسفه من تعريف للعقل ولا يوجد عند الحكماء ولا عند الصوفيين ولا عند العرفانيين ولا عند أي مجموعه في العالم من تعريف للعقل كنه العقل نحن لا نعرفه ما عندنا من تعاريف في الكتاب الكريم في حديث العطره في كتب الفلسفه والحكمه في اي مكان في العالم ما عندنا من تعريف للعقل هو تعريف لاثاره فحينما يتحدث القران عن اولي الالباب عن ارباب العقول انه يتحدث عن اوصافهم اوصاف ارباب العقول هي اثار العقل وحينما تتحدث كلمات اهل البيت عن العقل ومنافعه عن العقل وخصائصه عن العقلاء وارباب العقل ومدحهم يتحدثون عن اثار العقل في حياه اولئك حينما يقولون من ان العقل ما يعبد به الرحمن ما يطاع به الرحمن ما يكتسب به الجنان هذه اثار العقل هذا ما هو العقل العقل شيء اخر اذا توفر العقل فمن اثاره نطيع الرحمن من اثاره نكتسب الجنان لكن ما هو العقل لا يوجد تعريف للعقل في الفلسفه حينما ياتي الفلاسفه ويعرفون العقل من انه ما يجود به كما عرفه ابن سينا وغيره وحتى فلاسفه الاغريق القدماء من ان العقل ما يجود به او يوجد به هناك من عرفه ما يوجد به او ما يجود به ما يوجد به التمييز بين الخير والشر بين النافع والضار بين العلم والجهل الى غير ذلك من المعاني هذه اثار العقل هذا ما هو العقل القوه التي يجود بها او يوجد بها التمييز بين الحسن والقبيح هذه اثار العقل الذي يمتلك العقل يستطيع ان يميز بين الحسن والقبيح ما هو العقل اين تعريفه لا يوجد تعريف للعقل ادراكنا للعقل ادراك بديهي والادراكات البديهيه ليس لها من تعريف وحتى هذا الادراك البديهي للعقل هو ادراك لوجوده لا لكنه كنه العقل لا نستطيع ان نتلمسه وفي العلوم المختبرية حينما يتحدثون عن العقل من أنه أنشطة فسلجية في دماغ الإنسان بسبب تفاعلات كيميائية حتى حينما يتحدثون بهذا المستوى لو سالتهم عن السر وراء تلك الانشطه لا يعرفون السر وراء تلك الانشطه وانا لا اريد ان انكر من ان العمليات العقليه هي تفاعلات كيميائيه في الدماغ البشري لكن القضيه لا تبدا من هنا العقل اساسا نقطه شديده وقويه في الروح هي اقوى نقطه في الروح واشد نقطه في الروح الطاقه العاليه في الروح هي العقل ومثلما الروح هي التي تمتلك القدره على البصر لكنها تترجم قدرتها عبر العينين الروح هي التي تمتلك القدره على السمع لكنها تترجم قدرتها عبر الاذنين كذلك القدرة العقلية تترجمها الروح عبر الدماغ هذا موضوع خارج عن بحثنا كنه العقل نحن لا ندركه وإنما ندرك آثار العقل هذا موضوع معقد وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل العقل الذي يجب علينا أن نتحدث عنه على مراتب هناك العقل الحجة وهذا هو الذي يحتج به الله على جميع البشر ولا أعتقد أن أحدا من الآدميين الطبيعيين يستطيعون أن ينكروا العقل الحجه ما المراد من العقل الحجة هذا مصطلح من ثقافتنا من ثقافة العترة في الثقافات الأخرى قد يقال له العقل الأولي قد يقال له العقل النظري البحت قد يقال له العقل البديهي قد يقال له العقل الفطري انها مجموعه البديهيات مجموعه الحقائق مجموعه المعلومات التي تشكل المنطق الاساسيه لفكر الانسان ولنظره الانسان لنفسه ولما حوله على سبيل المثال الأثر يدل على المؤثر هذه القضية لا علاقة لها بدين من الأديان الذين ينكرون الأديان وينكرون الخالق والإله هم حتى إذا أنكروا بألسنتهم من ان الاثر لا يدل على المؤثر لكن حينما ياتون الى بيوتهم ويجدون من ان الباب قد كسرت ومن ان الاشياء الثمينه في بيوتهم قد سرقت يستدلون بهذا الاثر على لص قد جاء وسرق ولذلك يتصلون بالشرطه حتى وان انكروا بالسنتهم عنادا من ان الاثر لا يدل على المؤثر لكنهم في الحياه عمليا يرتبون ما يرتبون في كل تفاصيل امورهم وفقا لهذه البديهيه قلت لكم انني اتحدث عن الادميين الطبيعيين الذين لا يريدون ان ينكروا الحقائق ولا يريدون ان يعاندوا الحقيقه الاثر يدل على المؤثر الجميع يتفقون عليها فاقد الشيء لا يعطيه الكل اكبر من الجزء والجزء اصغر من الكل النقيضان لا يجتمعان المتضادان النقيضان يعني ان اكون موجودا وان اكون لا موجودا في الوقت نفسه هل يمكن هذا ان اكون موجودا وان اكون لا موجودا ان اكون موجودا في الاستوديو الان وان اكون لا موجودا هل يمكن ان تجتمع هاتان الحقيقتان اني موجود في الاستوديو واني لست موجودا النقيضان لا يجتمعان المتضادان لا يجتمعان في جهه واحده وانما في جهتين الليل والنهار لا يجتمعان في مكان واحد ولكن يمكن أن يكون ليل في مكان في الوقت نفسه يكون هناك نهار في مكان آخر مثل ما يحدث في كرتنا الأرضية يمكننا أن نتصل تلفونيا الآن في بعض البلدان إنها في منتصف الليل وما بعد منتصف الليل وفي بلدان أخرى لازال النهار موجوداً عندها وهكذا المتضادان يجتمعان ولكن من جهات مختلفة لا في جهة واحدة لا في مكان واحد في مكان واحد المتضادان لا يجتمعان. مجموعه من هذه البديهيات من هذه النظريات من هذه المعلومات من هذه الحقائق من هذه الاوليات يتشكل منها منطق العقل الانساني هذا هو العقل الحجه الذي يحتج به الله على الخلائق هذا العقل الحجه انتم الان حينما تعرض عليكم قضيه ان كانت دينيه سياسيه علميه ويقول البعض عقلي لا يقبلها انه لا يرفضها بهذا العقل لا يرفضها بهذا العقل وانما يرفضها بمستوى اخر من العقل قلت لكم العقل على مستويات العقل الذي يحتج الله به علينا هو هذا العقل الفطري مجموعه البديهيات مجموعه الحقائق التي يقبلها كل البشر كل البشر الكل اكبر من الجزء هل يختلف فيها اثنان الجزء اصغر من الكل هل يختلف فيها اثنان فاقد الشيء لا يعطيه هل يختلف فيها اثنان الى مجموعه طويله من الحقائق حين يقال مثلا العرش قبل النقش لا يمكن للنقاش ان ينقش شيئا من دون ان يكون هناك عرش العرش قبل النقش لا بد من وجود العرش حتى بعد ذلك يستطيع النقاش ان يقوم بنقشه والا من دون عرش فاين سيكون النقش هناك سلسله من المعلومات تشكل العقل الحجه. هذه المعلومات هي التي يحتج الله بها على العباد. وهذا هو العقل الحجه. المعلومات التي يقبلها جميع البشر. بغض النظر عن الجنسيات والاعمار بغض النظر عن الديانات نحن لا نتحدث عن دين هنا نتحدث عن عقل العقل الحجه هو هذا العقل الفطري الاولي قلوا ما شئتم هذا هو مقام العقل الحجه المقام الثاني مقام العقل العلمي هذا يختلف باختلاف العلم الذي يمازج العقل العقل الحجه ادلته بسيطه فحينما نجد اثرا ما نستدل بالاثر على المؤثر والدليل واضح عندنا من ان الاثر يدل على المؤثر كل شيء حولنا هكذا يقول الوجود كله يقول من ان الاثر يدل على المؤثر تجاربنا العقليه تجاربنا الحياتيه الفطره الداخليه عند الانسان ضمير الانسان يقول من ان الاثر يدل على المؤثر وهذه قضيه بسيطه ادله العقل الحجه ادله بسيطه ولذا تقبلها النفوس العقل العلمي ادلته مركبه اتيكم بمثال انا وانتم شيعه نحن متفقون أن سلسلة الأئمة الأوصياء اثنا عشر نحن الاثنا عشريون لماذا؟ لأننا نعتقد بأن سلسلة الأئمة الأوصياء اثنا عشر والثاني عشر هو الحجة بن الحسن إمام زماننا إذا كنا على علم بهذه المعلومة الدينية وكنا معتقدين بها عندنا أئمة عددهم اثنا عشر والإمام الحادي عشر استشهد وترك الإمامة للإمام الذي بعده، نحن لا التقينا به ولا نريد أن نتحدث عن أحاديث ولادته العقل العلمي يعني أن عقلنا الذي يمتزج بهذه المعلومة الدينية ماذا يقول؟ يقول لا بد من أنه قد ولد ولا بد من أن يكون موجودا وبما أننا لا شاهدنا الولادة فنحن في عصر متأخر ولا التقينا به فلا بد أن يكون غائبا عن أبصارنا لاننا لا نستطيع بحسب معلوماتنا الدينيه لا نستطيع ان نتصور العالم من دون امام، هكذا نعتقد نحن، الاخرون لا يعتقدون بهذا. هذا الدليل دليل عقلي علمي لنا بحسبنا، لن يكون دليلا عقليا بالنسبه للسني الذي لا يعتقد بهذه المعلومه. فهذا ما هو بدليل عقلي كامل هذا دليل عقلي مركب شطر منه ينتمي الى العقل شطر منه الشطر الثاني ينتمي الى معلومه انا اعلمها وهكذا الامر بالنسبه لمعلومه تاريخيه عند عالم بالتاريخ فيقول بحكم العقل هذه المعلومه لا بد ان تكون في الزمن الفلاني بحسب معلوماته هو يعتقد بصحه هذه المعلومات فيقوم بممازجه بين تجربته العقليه وما انتفعه من العقل الفطري مع هذه المعلومه التي عنده يشكل دليلا عقليا علميا مركبا يكون حجه عليه بحسبه هو لا يكون حجه على عالم الكيمياء الدليل العقلي العلمي هذا دليل مركب واكثر ادلتنا في الدين هي من هذا النوع لاننا ناتي بمعلومات نحن نعتقدها نحن متاكدون من صحتها المسيحيون كذلك اليهود كذلك الاحتجاج انما يكون بالمقام العقلي الاول يكون حجه على الشيعي وعلى السني وعلى المسيحي وعلى اليهودي اما الدليل العقلي العلمي هذا المقام من مقامات العقل هذا يكون حجه علي انا الشيعي والسني عنده معلومات هو يعتقد بصحتها يشكل منها دليلا عقليا له انما اذا اردنا المحاججه علينا ان نناقش هذه الادله فهذه الادله تحتاج الى مناقشه كي نثبتها لا تستطيع ان تكون حجه بنفسها كبديهيه الاثر يدل على المؤثر يقبلها الجميع قطعا بغض النظر عن المعاندين بغض النظر عن اصحاب الشبهات انا اتحدث عن الادميين الطبيعيين الذين يمتلكون صحه جسديه طبيعيه وصحه عقليه طبيعيه وصحه نفسيه طبيعيه وما عندهم من مشكله ولا من عقد في قبول الحقائق العقل الحجه لا يستطيعون ان يواجهوه اما العقل العلمي لن يكون حجة الا بعد اثباته بينما العقل في مقام الحجة هو يثبت الاشياء لا اننا نثبته فارق كبير في مقام العقل العلمي نحن بحاجة الى اثبات ادله العقل العلمي وبحاجه الى مناقشه ادله العقل العلمي عند الطرف الاخر فعلينا ان نثبت دليلنا وعلينا ان نناقش دليل الاخر لرده ورفضه ياتيك ات من دون تمييز بين هذه المطالب ويقول لك ان عقلي لا يقبل هذا عقلك لا يقبل هذا عقلك اساسا ما هو بحجه حتى تتاكد من معلوماتك الا اذا كنت تتحدث عن عقلك في المقام الاول في مقام الحجه وحينما لا تقبل شيئا انا لا اقبله ايضا لاننا سنشترك في هذا المقام لان المقام هذا مقام بديهيات يتفق عليها جميع البشر والا فليس هناك من حجه لله على الناس حينئذ العقل في مقام الحجه حجه على جميع البشر بغض النظر عن الديانات والاتجاهات والاذواق والقوميات والاجناس العقل العلمي يكون خاصا باصحاب ذلك العلم عندنا معلومات من العتره الطاهره ووفقا لهذه المعلومات فاننا نشغل عقولنا كي نتعامل مع هذه المعلومات ونقول من ان العقل يقول هكذا هذا عقل علمي هذا عقل فعلته وقمت باعماله في المعلومات التي عندي التي اعتقد بصحتها اذا اردت ان اناقش الاخرين بها لا يحق لي ان اقول من ان العقل يقول هذا اي عقل هذا؟ هذا عقل علمي علي ان اثبت صحه ما اقول وان ارد العقل العلمي الذي يتحجج به الاخر والا لا فائده من الكلام هناك العقل العملي او التجربي وهذا هو الذي اكثر الناس يتحدثون عنه الناس لا يتحدثون عن العقل الحجة عن العقل الفطري هذا العقل منسي والناس لا يتحدثون ايضا عن العقل العلمي لان الذين يتمسكون بادله العقل العلمي كل مجموعه بحسبها يتعصبون لادلتهم ويعتبرون الاخرين الذين يخالفونهم من انهم يخالفون العقل هم لا يخالفون العقل هم يخالفون عقلا مركبا دليلا مركبا ما بين قوة عقلية ومجموعة معلومات الاخر لا يعتقد بصحتها لكن اكثر الناس حينما تتحدث عن العقل تتحدث عن العقل في المقام الثالث انه العقل العملي العقل التجريبي كما يصطلحون عليه هذا العقل هو العقل الحاضر في حياة الناس لان الناس يديرون ويدبرون امورهم بهذا العقل هذا العقل في الحقيقه ما هو بعقل مستوى من مستويات الادراك وانما يطلق عليه هذا المصطلح مسامحه وتساهلا العقل الحقيقي هو العقل الحجه والعقل العلمي اما هذه تجارب هذا ادراك فلنسمه, فلنسمه 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 العقل العملي يصطلح عليه في الروايات التدبير هذا هو التدبير التدبير من اثار العقلين اللذين تحدثت عنهما قبل قليل على اي حال نحن مع المقام الثالث من مقامات العقل انه العقل العملي العقل التجريبي هذا العقل ينشا من العديد من المناشي الوراثه نحن نرث من اسلافنا وليس بالضروره من ابائنا بشكل مباشر من اسلافنا من اسلافنا القدماء ومن اجدادنا وابائنا القريبين نحن نرث منهم نرث على المستوى الفسلجي والجسدي والاعضاء ونرث منهم كذلك على المستوى السايكولوجي على المستوى النفسي هناك وراثه فسلجيه وهناك وراثه سيكولوجيه نحن نرث هذا ونرث هذا من اسلافنا وقطعا كل هذا له تاثير في نشاه العقل العملي بعد ذلك تاتي تربيه البيت البيت المتدين يربي بطريقه تختلف عن البيت غير المتدين، البيت المثقف يختلف في تربيته عن البيت الأمي وهكذا البيت الذي يستعمل العقل والذكاء والفهم وسيلة للحياة قطعا يربي بطريقة تختلف عن البيت الذي يستعمل الصراخ والعصا والقوة الجسدية وسيلة في الحياة الوراثة الفسلجية والسيكولوجية التربية البيتية بعد ذلك تأتي المدرسة ويأتي الشارع والمجتمع وتاتي الحكومه بسياستها وما تريد الاصدقاء الثقافه التي يكتسبها الانسان التخصص العلمي او الحرف والمهن والاشغال المختلفه فما كل الناس يذهبون باتجاه التخصص العلمي الحرف والمهن والاشغال لها ثقافتها ولها اعرافها وادابها وقوانينها وطبيعه التعامل مع كل حرفه تختلف من حرفه الى اخرى مع الناس ومع الاشياء التي يتعامل معها صاحب الحرفه التجارب التي تمر بالانسان والتجارب التي يراها الانسان عند الاخرين ويعتبر منها الا يقولون من ان الانسان اذا ما عرف تاريخ سنه فان عمره ازداد سنه لانه طلع على تجارب سنه لقوم اخرين كل هذا يشكل ادراكا جمعيا مجموعيا هو هذا الذي يقال له العقل العملي ما بين الوراثه الفسلجيه والسيكولوجيه ما بين التربيه البيتيه والمدرسيه ما بين الشارع والاصدقاء وثقافه العامه ما بين الحكومه وسياستها وقوانينها ما بين التخصص في العلم أو في المهن والحرف والأشغال و كل هذا إذا ما جمعه الإنسان وقام بعملية تمحيص ومقايسة ومقارنة فيما بين المعلومات ووصل إلى حد من الإدراك على أساسه يصرف شؤون حياته وعلى أساسه يقيم الأشخاص الآخرين وعلى اساسه يقيم الافكار وفقا لثقافته وتربيته هذا هو العقل العملي وهذا ما هو بحجه قد يصبح حجه اذا كانت المناشئ صحيحه ولكن من اين ناتي بكل هذه المناشئ كي تكون مناشئ صحيحه ما هذه المناشئ يختلط فيها الصحيح بغير الصحيح العقل العملي ما هو بحجته وانما يكون حجه في بعض الاشياء في بعض الامور مثلما في الفتاوى والاحكام فاننا نرجع في تقييم بعض الامور في تشخيصها الى العرف العرف هو هذا العقل العملي ولكن الرجوع الى العرف له شرائطه، له خصائصه، هذه المسائل مفصلة. لا يمكنني أن أحيط بكل أطرافها في هذه العجالة السريعة. بين هذه المقامات يذبح الدين وتذبح الحقائق. فيأتيك قائل ويقول هذه يرفضها العقل، أي عقل يرفضها؟ هل يرفضها العقل الحجة؟ وحينئذ بامكانك ان تقول من ان هذه يرفضها العقل وحينئذ يرفضها الله لان الله قد احتج علينا بالعقل العقل الذي احتج الله به علينا هو الذي يقبله جميع البشر انها البديهيات الاوليه يقبلها جميع البشر فاذا كانت الحقيقه الدينيه تتعارض مع تلك البديهيات من ان الحقيقه الدينيه هذه تؤدي الى اجتماع نقيضين تؤدي الى اجتماع متضادين من جهه واحده تؤدي الى رفض حقيقه ان الاثر يدل على المؤثر تؤدي تؤدي تؤدي, تؤدي سيرفضها العقل الحج وما يرفضه العقل الحجه هو مرفوض في الدين. لكن مساحه العقل الحجه مساحه محدوده انها مساحه في اصول الاشياء لا في التفاصيل والتفريعات وفي الامور الجزئيه التي حقائق الدين موجودة فيها أصول الأشياء وأمهات المسائل تلك هي العناوين الرئيسة نعم العقل الحجة له الحق أن يحكم على الأصول وعلى المسائل الرئيسة وعلى أمهات المطالب العقل العلمي يكون حجة في دائرة المعلومات الصحيحة لأهلها للمختصين فيها وإذا أرادوا أن يثبتوا ذلك عليهم أن يناقشوا الموضوع للآخرين وأن يثبتوا حقائق ما يعتقدون بها في نقاش علمي واضح أما العقل العملي وهو الذي يحتج به الناس لا قيمة لحجيته هذا عقل مناشئه ليست صحيحه مناشئه مختلطه فهل الذي نرثه من ابائنا فسلجيا او سايكولوجيا نرث شيئا صحيحا هل ان ابائنا معصومون حتى نرث منهم الشيء المعصوم فقط فاننا نرث العيوب من اسلافنا على المستوى الفسلجي وعلى المستوى السيكولوجي العيب موجود من البدايه في نشاه هذا العقل في نشاه العقل العملي التربيه ايضا في البيت التربيه في المدرسه ايضا ثقافه الشارع ثقافه الاصدقاء والقرناء الى بقيه الامور التي اشرت اليها ما هذه امور مختلطه بهذا يرفض الناس الدين وبهذا يقيم الناس الدين فيقولون من ان عقولنا لا تقبل هذا في البدايه اثبت لي ان عقلك الذي تريد ان تناقش الموضوع فيه من انه عقل سليم وبعد ذلك تعال وناقشني انك لا تناقشني وفقا للعقل الحجه وفقا للبديهيات ولا تناقشني وفقا للعقل العلمي للمعلومات التي انا وانت نعتقد بها انك تناقشني وفقا لذوقك وذوقك ما هو بعاقل هذه نتائج تربيه ووراثه يقال لها تجوزا العقل العملي الدين لا يدرك بالعقل العملي العقل العملي لتدبير امور الحياه لا علاقه له باثبات الدين او بمناقشه الادله والحقائق مشكلتنا هنا عندنا مشكله في مصادر العلم الصحيح معلوماتنا ليست صحيحه وعندنا مشكله في فهم العقل ومع اي عقل نتعامل وحينما نقول من ان العقل حجة ومن ان العقل دليل ومن انه من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له هل الحديث عن العقل العملي؟ اما العقل الشيطاني فتلك طامة كبرى العقل الشيطاني هو هذا الذي عند مراجع النجف وكربلاء العقل الشيطاني الذي يوصف في الروايات بالنكراء النكراء ما هي بعقل وانما شيء يشبه العقل مناشئه شيطانيه ادراك يكون في خدمه البرنامج الابليسي مثلما يقول امير المؤمنين من ان الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم تلك هي النكراء فحينما نعود إلى منهج حوزة الطوسي فإنه نتاج لألسنة نطق الشيطان بها نتاج لأقلام كتب الشيطان بها نتاج لأعين نظر الشيطان بها نتاج لرؤوس تعممت بعمائم ابليس، الائمه يصفون عمائم مراجع النجف وكربلاء، الروايه عن النبي في الكاف الشريف الروايه في الكاف الشريف عن هذه العمائم من انها عمائم ابليس تلك هي النكره ولذا ماذا انتجوا لنا انتجوا لنا دينا سخيفا سفيها محرفا المشكله الثالثه المشكله الثالثه مشكله الافكار الجاهزه وهذه مشكله مراجع النجف وقد اثبتت لكم في الحلقات الماضيه يقال للخوء المحقق العظيم وانتم شاهدتم باعينكم عظمه تحقيقه والبقيه على هذه الطريقه ياخذ بعضهم من بعض يقلد بعضهم بعضا الان الرسائل العمليه قارنوا بينها ستجدون الأخطاء النحوية والإملائية هي هي موجودة في كل الرسائل العملية، لماذا؟ لأنهم يقومون بعملية كوبي ينقلون ما يجدونه في الرسائل التي قبلهم وينقلون الأخطاء ينقلون الأخطاء ينقلون الأخطاء النحوية والإملائية في الرسائل العمليه فضائح الرسائل العمليه يمكنني ان امر عليها اذا وجدت فرصه ساتيكم برسائلهم العمليه وساكشف فضائحها وكيف انهم ينقلون الاخطاء نفسها هذا يعني انهم لا حققوا ولا دققوا ولا بققوا لماذا الاخطاء هي هي في المسائل نفسها لماذا على اي حال انا لا اريد ان اتحدث عن عورات هؤلاء عوراتهم لها اول وليس لها اخر هؤلاء ياخذون افكارهم تقليدا واتباعا للذين سبقوهم وتكون هناك اجوبه جاهزه لاسئله جاهزه حتى عامه الشيعه صارت اسئلتهم جاهزه بعضهم يتعلم الاسئله الجاهزه من البعض الاخر وحينما يسالون المعممين يجدون اجوبه جاهزه وهم تعلموها من الذين سبقوهم وسار الدين بهذه الطريقه وادل دليل على ذلك خطباء المنبر في كل سنه يكررون الكلام نفسه لان الاحاديث جاهزه هم اخذوها من الذين سبقوهم والذين سبقوهم اخذوها من الذين سبقوهم وهكذا الخطب جاهزة الأسئلة جاهزة الأجوبة جاهزة مشكلة الأفكار الجاهزة وهذا أدل دليل على تخلف الواقع الشيعي وأدل دليل على جهالة وجهل مراجع حوزة الطوسي كتبهم كذلك المجدد المجدد وهو ينقل كلام الذين سبقوه المحقق وهو ينقل كلام الذين سبقوه ما الذي جدده لنا؟ ما الذي حققه؟ ما هم جميعا يبدأون دروسهم بنجاسة البول والغائط وكلما تقدم الزمان كلما كبرت الموسوعات لانهم ينقلون كلام الذين سبقوه فمثلا الكتب الفقهية في القرن السابع للهجرة تكون في حجمها أقل من الكتب التي في زماننا باعتبار أن العلماء الذين سبقوهم هم أقل عددا وكتبهم ليست متوفرة بينما في زماننا هذا ستكون الكتب كبيره لماذا لان عدد العلماء عبر القرون صار كثيرا ولان الكتب متوفره فينقلون جميع ما في تلك الكتب في كتاب واحد فتكون عندنا موسوعه كبيره اذا اردنا ان نذهب اليها فاننا لا نجد فيها شيئا جديدا انه الكلام نفسه الذي كان موجودا في القرن الماضي والموجود في القرن الماضي هو نفسه كان موجودا في القرن الذي سبقه وهكذا هذه مهزله ما يسمى بالعلماء هذه مهزله ما يسمى بالموسوعات ايه موسوعات وهي علماء لماذا حينما يواجهون مشكله واقعيه اذا ارادوا ان يجيبوا عليها يجيبون هراء او انهم يفرون من الجواب ما هذا واقع اصحاب العمائم واقع امامنا هذه المشكله التي ذكرتها هذه الرساله وانا لا اتحدث عن هذه الرساله بشكل خاص هذه مشكله كبيره في الواقع الشيعي مشكله الافكار الجاهزه هناك فكره جاهزه من ان الامام الصادق لم يبين الامام من بعده ومن ان الشيعه ذهبت في متاهه هذه الفكرة ليست صحيحة بدرجة 100%. أتمنى عليكم أن تصبروا علي. لأنني أريد أن أفتح هذا الحديث من جهات عديدة. والفائدة ستتضح في آخر المطاف. ستعرفون من ان دينكم دين الحقائق ومن ان البراهين والحجج التي عندنا ليست متوفره في اي دين من اديان الارض انني اتحدث عن دين جعفر اتحدث عن دين الصادق اتحدث عن دين علي وال علي صلوات الله عليهم نذهب الى